فتذكره السينما او تذكره المسرح انا ما باخدش منها حتى قرش ساغ. احنا بنقول يا رب ناخد جنيه واحد. يعني الحصيله بالكامل بتروح وزاره الماليه؟ لا بتروح وزاره الماليه طبعا الحصيله الام. ولكن في اشياء اخرى يعني بتروح في جهات اخرى. لو حضرتك بصيتي على تذكره السينما زي ايه؟ يعني في حاجات بتروح الدفاع المدني، في حاجات بتروح اماكن بقى كتير. يعني اعفيني من ذكرها، ممكن ابقى مش فاكرها كلها. ولكن المبدع نفسه اللي هو الناس راحت بسببه السينما، هو احنا كان في افلام اسمها اسماعيل ياسين، قايمه على اسماعيل ياسين، يعني اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين في الاسطول، فالناس راحه لهذا المبدع. يعني حضرتك بتطالب بان يبقى في نسبه من ثمن تذكره السينما او المسرح؟ جنيه. وهل الجنيه ده يعني هيكفي أهو حاجة. المشروعات أهو حاجة. زي ما حضرتك اهو حاجه. انا النقابات الثانيه، نقابه الاطباء عندها حاجه اسمها دمغه طبيه، نقابه المحامين لما بتسجلي حاجه في الشهر العقاري في حصه بتروح نقابه المحامين، وهكذا النقابات الثانيه. هل ياتي الرفض مثلا من انه تذكره السينما بقت غاليه جدا ومش عايزين نغليها اكتر على الجمهور؟ ما هو انا مش معترض، وانا في دوله واحترم الدوله واحترم قانون الدوله، ولكن انا بأناشد الدوله ان المبدع الذي اعطى اليوم هو في حاجه لعطاء حقه، ده حقه او اسرته، بدل ما كل شويه نقرا ان في فنان مش عارف مش لاقي ايه، ونناشد الدوله عالج الفنان. طب انا اجيب منين؟ هل 2% من حجم اللي بيشتغلوا؟ انا النهارده خلي بالك برضه ان حجم الانتاج ما بقاش كبير. وبعدين انا عندي شعب بحكم، يعني مثلا مخرجي الاذاعه دول اعضاء بحكم وظيفتهم، هو مخرج اذاعه بيتقاضى مرتبه، انا ما باخدش منه 2%. لاعب وفنان السيرك القومي ده موظف في السيرك القومي الحكومي، انا ما باخدش منه. اعضاء فرقه رضا او القوميه او الانغام الشباب الى اخره. فانا عندي شعب بحكم وظيفتها. طب انا الشعب دي بحكم وظيفتها بياخد مرتبه بس. طب استاذ اشرف زكي، انا بس عايزه برضو هنا اسال سؤال مهم. دور السينما في مصر تناقصت جدا، دور المسرح في مصر انعدمت تقريبا او بقت قليله جدا. مفيش. فاحنا دلوقتي لو اعتمدنا على جزء من تذكره السينما او المسرح كانما بنعتمد على وهم. يعني لازم نقول انه دور السينما في كامل مصر حاليا بقت عدد قليل جدا، ويا ريت فعلا يكون دي يعني طلب للقائمين على هذا الامر، انه دور السينما مهمه للفن السينمائي وللعاملين في هذا المجال. في بلد بتحارب ارهاب بالظبط، والارهاب تحارب فكر بفكر. وانا النهارده لو احنا جينا في الدايره، ودور المسرح ايضا، هقول لحضرتك على حاجه. تعالي في الدايره الضيقه، احنا دلوقتي في ماسبيرو، صح؟ ماسبيرو ده فين؟ في وسط البلد. ايوه. تعالي حضرتك اعد لك كم مسرح في وسط البلد مقفول. كم مسرح في وسط البلد، مسارح يشهد التاريخ انها قدمت عظمه المسرح في العالم العربي. ايوه. عندنا مسرح لسيل الحرية، عندنا مسرح الفردوس، عندنا مسرح الأستاذ جلال الشرقاوي، عندنا مسرح الوسابير، عندنا مسرح رومانس، عندنا مسرح الجلاء التابع لوزارة القوى العاملة. أنا بعدلك في منطقة سكنية قد كده، ست مسارح. لسيل الحرية ده اللي تقدم عليه المشاغبين والمشاهد ما شافش حاجة. مسرح رمسيس أدي 7 بتاع نقابة المهندسين. يعني حضرتك بتعدد المسارح المغلقة؟ ده دي في ايه؟ ولا اللي موجودة ولا بتشتغل؟ دي مغلقة، دي منعدمة، دي خارج نطاق الخدمة. ده معناه ان مفيش انتاج مسرحي؟ لا، معناه ان مفيش رعاية او اهتمام بدور العرض المسرحي. يعني دار العرض موجودة، الانتاج حضرتك بتقول الانتاج دار العرض مهجورة، مش مهجورة ليه؟ لان مفيش النهاردة لما نيجي ناخد مسرح زي لسيل الحرية اللي في شارع الشيخ رحيم، ده تابع لمدرسة لسيل الحرية. المسرح ده كان حصل له حريق ثم اصبح النهارده مش موجود، المدرسه مش قادره تبني تشغله. المدرسه عملت اعلان قالت لو حد عايز يجي اجر مسرح لسيل الحرية العريق. انا الاعلان شايفه النهارده عشان تروح عايزه تكلفه. وهكذا مسرح الفردوس، هكذا اللي انا عديتهم لحضرتك. طب هذه المسارح المغلقه هتغلق الى الابد بقى؟ ما هو لازم يكون هناك خطه لانقاذ المسرح المصري او دور العرض في المسرح المسرحي. انا بتكلم على منطقه جغرافيه قد كده. طب تعالي نروح اسكندريه بلد الفن. اسكندريه اللي كنا بنمشي يا فندم
نخبط في المسارع تقريبا مسرح او اتنين. طب ده في محافظات كامله ليس بها مسرح واحد في السينما ولا سينما. الله، دي 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 سوهاج. سوهاج دي المنيا في تعداد السكان اعتقد اذا يعني انا كنت صح يعني ممكن ابقى تقريبا يعني نمره 5 في تعداد السكان. ما فيهاش محافظه سينما. كبيره يعني ما فيهاش سينما ما فيهاش مسرح. في محاولات يعني في ست النائب احمد الشريف احمد حلمي الشريف عمل مسرح ورحنا افتتحناه، ولكن هي محاوله ولكن هذا لا يكفي.